Hi guys, this is Startup Minute News. مع أنا سينتيا وأنا هزار. أعلنت المملكة الأردنية عن إنشاء وزارة مختصة بريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي. كان تركيزهم أكثر شيء على منصات الخدمات المالية، البنية التحتية الرقمية ومهارات القيادية. هذا الحدث رح يساهم باحتضان العالم الرقمي بالمملكة الأردنية. حضر هذا الحفل أكثر من 1000 شخصية حكومية أو من المجتمع المدني ورؤساء شركات وغيرهم كمان. 75% من الشركات الناشئة اللي شاركوا بهذا المنتدى الاقتصادي الدولي هيدا السنة كانوا من الأردن، وحضر هذا الحفل أكثر من 1000 شخصية حكومية من المجتمع المدني ورؤساء شركات وغيرهم كمان. صحيح، وبالمناسبة أكد وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وثنى الغرايبة أنه من الضروري إيجاد طريقة لدعم ريادة الأعمال بالأردن مادياً، وحتى أنه ليوصلوا كمان منتجاتهم أسرع على السوق. أرقام FC هي شركة متخصصة بالإحصائيات لكرة القدم، اشترتها StatsBomb اللي موجودة بالمملكة المتحدة واللي هي كمان متخصصة بتجميع المعلومات عن رياضة كرة القدم. أرقام FC من خلال الويب سايت لإلهم بتجمع بتقدم وبتحلل معلومات عن الفوتبول للأندية للاعبين وحتى للجماهير. الأندية واللاعبين بيستفيدوا من هالموضوع ليحسنوا أدائهم وكمان ليختاروا أفضل اللاعبين. على فكرة أرقام FC و StatsBomb التقوا على تويتر و it ended up إنه StatsBomb اشترتها لأرقام FC. شو out of the box هالفكرة؟ ما بتصير. COFE App التطبيق الشهير لكل شيء خصو بالقهوة ومشتقاتها أعلن عن شراكته مع شركة التوصيل Deliveroo. هيك بيأمنوا خدمة أفضل وتوصيل أسرع للزبائن. هيدي الشراكة حتخولهم بأنه يتوسعوا أكتر من خلال أنه يعتمدوا على قوة بعضهم. حيبلشوا بالكويت، بعدين إمارات، بعدين السعودية، وأكيد غيرهم من الدول الشرق الأوسط. أوديغو اللي هو ستارت اب من مصر جمع 180 ألف دولار از سيد فند من قبل انجل انفستور سعودي اللي اسمه سعيد الجابري. هذا الستارت اب بيوزع قطع غيار للسيارات بمصر من خلال التطبيق والويب سايت اللي لهم. بتعرفي سنتي قد ايه هلا صعبه عم بتكون تامين قطع غيار لسياراتنا، فأوديغو عم تسهل هذا الموضوع. عندهم اكثر من 290 ألف برودكت وحتى بيوصلون اياهم على بيوتهم. احمد عمر اللي هو السي اي او والكوفاوندر لأوديغو قال انه كمان قريبا رح يتوسع على السعوديه، وخاصه انه السوق بالسعوديه واعد. اعلنت أوديغو كمان عن شراكه مع فاليو اللي هي شركه كمان بفرنسا بتبيع قطع غيار للسيارات من خلال مستودعها بتركيا. بمجرد ما نحن نطلب من أوديغو، كمان فاليو بتوزع حول انحاء العالم. جوجل بودكاست صار موجود على كل أجهزة iOS، كانوا من قبل مش موجود غير على مستخدمين أندرويد، بس هلأ صار كمان أبل يوزرز فيهم يحضروا الحلقة بدون ما يعملوا لها داونلود، فيهم يعملوا بلاي ويحضروا عادي. مثلا كيف كانت عم بتدعم هيدا الشيء جوجل؟ إذا أنت عملت سيرتش مثلا لستارتابس بلبنان، حيبين بالنتائج لينكس خاصهم بستارتابس بلبنان بلس بودكاست بتعملينهم بلاي وبتحضري كمان خاصهم بستارتابس بلبنان. سو هيدا الشيء كمان كان دعم من جوجل. سو دعم جوجل لهيدا المنتج حيخلي أندرويد وآيو آس يقدروا يحضروا بودكاست بدون ما يتعذبوا ويعملوا داونلود. اوكي، يعني بطلتي رح تتعذبي. كلنا بنعرف نايكي وكلنا بنعرف انه هي مختصه بعالم الملابس الرياضيه، بس هلا كمان عم تعتبر حالها انه عم تختص بعالم التكنولوجيا. عم بيصير في تقدم كتير كبير بعالم الملابس الرياضيه مع نايكي، لانه من خلال الاوجمانتد رياليتي اللي دخلت على تطبيقهم الجديد، يعني العالم الافتراضي صار موجود على التطبيق اللي لهم، ومن خلاله نقدر نعرف يس اجرنا بكل سهوله، حتى بيعطينا ديتيلز ودقه لدرجه انه بيقلنا اذا اجرنا الشمال اكبر من اجرنا اليمين او العكس. نوقف على الحيط، نحمل تليفوننا وتليفوننا بيعمل سكانينج لاجرنا من خلال تطبيق نايكي، وهيدا الشيء عم بيكون تقدم كتير كبير مع نايكي. بيسهل على الاهل كمان انه يجيبوا حذاء لاولادهم، والكادويات بيصيروا بينقوا احسن الكادو، بيعرفوا من الهدايا. مزبوط مزبوط. يس، الفيتون كمان فوت تكنولوجي على مجموعته الجديده الهاندباكس. صار في عليهم شاشات مرنه، يعني فلكسيبل سكرينز. كان في نموذجين اوليين
انعرضوا بالرانوي شو اللي صار بنيويورك، اسمه الرانوي شو هو الفيتون كروز 2020. اول نموذج كان عم ينعرض شاشه واحده، والنموذج الثاني كان فيه شاشه من كل ميله، وهالشاشات كان عم ينعرض عليهم مشاهد مختلفه من المدينه. صراحة الفيتون انه هيدا الاصدار هو الخطوة الاولى لاعادة رسم الصناعة المتقنة ودمجها مع التكنولوجي. هيدا الشيء بيخلي العالم ينظروا للهاندباكس بطريقة انه يكون هو امتداد للهواتف الذكية. نتفليكس اشترت ستوري بوتس اللي هو رسوم متحركة تعليمية وترفيهية للأطفال، وعم بحقق نجاح كتير كبير على هالبلاتفورم. الأوريجينال سيريز Ask the Story Bots اللي بلش بال 2016 ربح 3 Daytime Emmys. لكل يلي ما بيعرفوا ستوري بوتس، هن مخلوقات من العالم الخيالي يلي بتعيش ورا شاشاتنا. ستوري بوتس موجه للأطفال اللي بعدهم ما فاتوا على المدرسة، وبيخليهم يكتسبوا كتير من المعلومات عن الكواكب وعن الديناصورز، وأكيد بيتثقفوا من خلالهم أكتر. وبالعادة بيكون في ضيوف شرف مثل سنوب دوغ وكيفن سميث وكتير غيرهم. نتفليكس نزل تريلر جديد عن فيلم I am Mother. هيدا الفيلم بيحكي عن انه بس يخلص العالم حتصيري تحتاري انت بمين توثقي، بتوثقي فيه او بتوثقي بروبوت و AI. Why aren't there any more children, Mother? There used to be. Then why did you only make one? Mothers need time to learn. This facility was designed to give humanity a second chance. One that began with you. Daughter. The path will not be easy. Outside is lifeless. But I made you into the woman that you are so that we could do this together. Mother? How are you unaffected? By the contagion outside. Who put that in your head? Did you know there were people out there? I'm as surprised as you. There's a droid here. Mother's not what you think. She's taken care of me my whole life. You haven't seen what they've done. Not Mother. I told you it was dangerous outside. You see that I'm different than her assailants. That thing feels nothing for you. You don't belong here. I've discovered something troubling. Our guest has not been entirely truthful with us. Daughter, I know you're frightened, but you have no need to be. Have I ever done you harm?